موعد إخباري جديد من تلفزيون النهار نستهله بالعناوين. إلغاء القروض على مشاريع أنساج وكناك وتحفيزات للشباب للاستثمار في قطاع الصناعة والفلاحة. الجولة الثانية للانتخابات في مالي أو جولة الحسم بين كايتا وسيسي. مشاهدين أهلا بكم إلى التفاصيل. يستفيد بداية من سبتمبر القادم البطالون ذوي المشاريع من تخفيض عند مستوى 100% في نسبة فائدة قروض الاستثمارات الخاصة أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء تسهيلات جديدة تحفيزية لصالح شباب البطال كخطوة لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، فزيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فسيستفيد أصحاب المشاريع الجديدة سواء التابعة إلى الوكالة الوطنية لتشغيل شباب أنساج أو التابعة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تخفيض 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات. تخفيض نسبة الفائدة على القروض الموجهة لمشاريع شباب البطال استثناء بنسبة 100% عن نسبة الفائدة المعتمدة من قبل البنوك وكذلك المؤسسات المالية لباقي زبائنها، يأتي كإجراء تكميلي لقرارات تحفيزية أخرى منها رفع فترة الإعفاء الضريبي على هذه المشاريع من 3 سنوات إلى 10 سنوات. استقبل مطار هواري بومدين صبيحة أمس 5 طائرات تحمل جموع المعتمرين العائدين من البقاع المقدسة، وهذا بعد أدائهم لمناسك العمرة. الزميلة سميرة موقي رصدت الأجواء التالية. الغاشي ما كاش بارابور العام اللي فات والعام اللي فات، مي في زحمه كثير، كاين زحمه بزاف 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 بزاف. الحمد لله درنا اللي علينا، ربي ان شاء الله حنا ليسونسيال ربي يتقبل منا. يعني هذا العام عبالك دايرين مسخرين، شوفي مسخرين كلش، وسائل ماديه معنويه، الله رايحه تشق من الحاله على حساب البنيان. انا يخدم في هذيك الخدمه كنت نخدم فيها لاشربونت ميتاليك، هذه ان شاء الله تولي واحد الربع سنين تكون محسنه اكثر. تقول لي حاجه هايله. الخطره ما بداوش الحين بزاف وبديت قاطع الياس وبكيت، ومن بعد كي نحت ربي استجب لي وصليت ودعيت وربي استجب لي، وما دريتش حتى جاني الخبر. جست رحت لاباس عليا الحمد لله وفرحت في هذه الخطره، كما فرحت بصح هذه الخطره فرحت فيها. والله غير الحمد لله غير جوزناها عمره ما شاء الله، والله غير الحمد لله. ما من سعوديين غايمين ما شاء الله، ما كانوا ما من ازدحام، ما نقص شويه ماشي كما الاعوام اللي فاتت. بعد أن ضرب الخبازون بتعليمة وزارة التجارة عرض الحائط وأغلقوا محلاتهم أيام العيد، تبعهم سائقو حافلات النقل بالمحطة البرية خروبة وخلفوا تعليمة وزارة النقل وشلوا جميع الخطوط التي تربط العاصمة بشرق وغرب وجنوب البلاد خلال اليوم الأول وكذلك اليوم الثاني من عيد الفطر، وهذا رغم إعلامهم بوجوب العمل أيام العيد. هذا الأمر الذي سيعرضهم إلى عقوبة صارمة حسب ما صرح به أحمد يحياوي المشرف على محطة خروبة في ميكروفون الزميلة سميرة موقي. نروح لتبسة وما لقيتش بنيتي، جينا البارح ورجعت اليوم هاو ما كانش، واش راح نديرو؟ صح جينا لهنا لمحطة الخروبة نتنقل المنطقة الشرقية بالضبط، فالمشكل تاع النقل مازال قائم في هذه لحد الساعه، فكاين الحافلات تاع الدوله تاع المؤسسه العموميه هذه خدموا، وانما الخواص ما جا حتى واحد فيهم. اليوم الاول كان مختصر على الخطوط المتوسطه وهي القبائل والبويره وبجايه، بما يخص الخطوط الطويله حافله ما كانت موجوده، جاوا لحقوا المسافرين للمحطه وعاودنا احنا استقبلناهم وقلنا لهم الشيء اللي كاين، رجعوا المشكل هذا للناقلين الخواص اللي ما عرفوش كيفاش يتحكموا في العاملين تاعهم باش يصيروا البريميجور تاع العيد
للمواطنين. مديرية النقل علمناها البارح خاطش كاينه لا بيرمانونس في مديرية النقل وفي الوزارة باللي الناقلين هذوما ما جاوش، وان شاء الله من يوم الحد يكونوا اجراءات عليهم، اجراءات ردعية بالاخص على الخواص الكبار اللي عندهم العدد تاع الحافلات الهائل اللي كانوا قادرين يديروا له سيرفيس مينيموم. أزمة النقل مست النقل شبه الحضري بالعاصمة والتي كانت شبه مشلولة في اليوم الثاني من يوم عيد الفطر، فوعود مؤسسة إيتشوزا بضمان النقل للمواطن خلال هذه المناسبة لم تجسد على أرض الواقع. أنا في العيد أنا نخدم هنا على كل حال باش نروح نشوف الدار ما كاين والو. دوزيام جور دوك أنا مازال ما رقدتش. عندي واحد 40 مينوت نستنى الطرولي ما كاين والو. ساعة وانا سنة في ترونسبور راني مع الدراري باش نروح البلاد، ما كاش تاكسيات ما كاش لي بوس ما كاش. الأزمة تاع لي ترونسبور في العيد ناقصة العيد، هاي لا بروف الشعب يروح في كرونديسا يروح في طاكسي خلص 40000 50000 والدولة غايبة. كيران تاع رسية غايبين نقول لك نخدموهم مع الآخر ما كاين والو. في العياد ينقص شوية ترونسبور ماشي كيما الأيامات الأخرين، يديروا سيرفيس مينيموم. فهمتني كيما دوكا باريكزوم حنا رانا في لاكاروتيال هادية فيها وقت سي فييكيل. كي يلحق الاخر العيد هكذا ولا الاخر يديروا 3 فيكيل 4 فيكيل ينقصوا شويه. لي تيزا عندها موك واسمو موك دفيكتي واسمو لي فيكيل، ما عندهاش يعني كيما نقولوا لي فيكيل اللي تسحقها لا لين هذه. استقبلت شواطئ البحر في اليوم الثاني من العيد العديد من العائلات والتي فضلت قضاء هذه المناسبة السعيدة على الرمالية الذهبية وكذلك التمتع بأمواج البحر، حيث دفع الحر البعض من تلك العائلات بالذهاب إلى البحر حيث سارعت لتسابق الزمن لقضاء ما تبقى من الصيف. كنزة خالدي والتفاصيل. فضلت العديد من العائلات قضاء ثاني أيام العيد بشواطئ البحر والتمتع بزرقته، فزيارة الأهل والأقارب في هذه المناسبة العظيمة بالنسبة لهذه العائلات اقتصرت على اليوم الأول فقط. دوزنا كما حنا كما شافوا زعما بين البرميجور باش نروحوا نشوفوا الدار والفاميليا واليوم دوزيام جور غنروحوا جينا هنا والفاميليا حار شو شويه هو دوزيام جور رانا مع الأحباب هنايا مخيمين في البحر. علاش تجوزوا؟ ما جوزتوش عند لافامي تاعك؟ لا جوزنا عند لافامي قبلنا عندنا احبابنا وقرابنا وكل يوم رانا مع الحبايب. دوزيام جوغ كتشوفي الصباح كنا في الدار العشيه ما لقيناش نديرو البارح باسكو خلاص كامل حنا لافامي اليوم قلنا نروحو شويه هما البحر. عائلة دفعها الحر الشديد الهروب إلى البحر في هذا اليوم المميز وأخرى سارعت لتسبق الزمن لقضاء ما تبقى من صيف هذا العام على شواطئ البحر. جوزنا بالتقبال على لافامي وعلى الأحباب وحوسنا فيه وتمتعنا فيها أحسن استمتاع ورحنا السبيطارات رحنا للمرضى جوزنا نهار شباب وجينا اليوم أنا في البحر اليوم ورانا نجوزوا فيها كما حبر. شواطئ العاصمة لم تستقبل في هذه المناسبة العاصميين فقط، بل توافد إلى الشواطئ المصطفين من 48 ولاية وحتى المغتربين هم أيضا استهوتهم زرقة البحر. ثاني يوم العيد تبعي كان هون على البحر، لقينا البحر والله حلو شيء رائع جدا. وأول يوم؟ وأول يوم كمان على البحر، كمان رضينا على البحر لأنه نحن بنحب البحر. عيدك؟ الله يسلمك. عيد مبارك. الله يبارك فيك. كل عام وانت بخير ان شاء الله بألف خير يا رب. كيفاش جوزتي العيد تاعك؟ الحمد لله اول يوم تاعك هون؟ اي والله مع الاولاد والسوسه. وثاني يوم؟ كمان الحمد لله. سانك فوا جو سوي ان الجيري سا مي في ان كرون كرون بليزير دو باسي مي فاكونسي سون الجيري الحمد لله شوي كونتون شوي كوبليت شوي اون الجيري. مهما اختلفت وجهة العائلات في هذه المناسبة السعيدة تبقى لديها نكهتها الخاصة. تجرى غدا الأحد بمالي الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين إبراهيم بوبكر كايتا رئيس الوزراء السابق وكذلك سومايلا سيسي وزير المالية السابق. واختتم إبراهيم بوبكر كايتا حملته الانتخابية أمس الجمعة بوعد إعادة السلام إلى البلاد بعد انقلاب أدى إلى تدخل عسكري فرنسي.
وكان كايتا البالغ من العمر 68 عاما وهو رئيس وزراء سابق قد فاز في الدور الأول من الانتخابات شهر جويلية الماضي بحصولها على نحو 40% من الأصوات مقابل 19% لإسماعيل سيسي والبالغ من العمر 63 عاما. وضمن كايتا موافقة 22 من بين 25 مرشحا خسروا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على تأييد واسع لتعهده بفرض النظام بعد الانقلاب العسكري والذي وقع في شهر مارس من سنة 2012 والذي أغرق البلاد في حالة من الفوضى. مشاهدينا بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي بعد قليل إن شاء الله، إلى اللقاء.